السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنصور مع بعض حلقة جديدة من برنامج ستوري اوف اناليسز او حكايات في التحاليل الطبية. هنتكلم النهاردة عن البلاد جروب. ايه هي البلاد جروب وانواعها، وايه طرق الشغل اللي بنعملها في المعمل، وهنشرح النهارده التيوب ميثود وكمان السلايد ميثود. حلقه النهارده مليانه معلومات، فركز في كل كلمه هنقولها في حلقه النهارده. بس قبل اي حاجه، لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناه وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. معكم كابتن اناليسز، يلا بينا ندخل في حلقه النهارده. البلاد جروب واحد من اهم التحاليل اللي بعملها في المعمل. ليه؟ قال لك لاهمية استخداماته. طب انا بستخدمه في ايه؟ قال لك اول حاجة، لو عندي شخص عاوز انقله دم نتيجة لانه فقد دم بنسبة كبيرة جدا، وده هيساعدني على انقاذ حياته. كمان في حالات السيفير انيميا، وكمان قبل اجراء العمليات بعمل التحليل ده تجنبا لحدوث اي نزيف او فقدان للدم، في حالات الكيموثيرابي وفي حالات الكانسر. كمان بعمل التحليل ده في أمراض النزف زي الهيموفيليا، وبعمله للناس البريجننت، الستات الحوامل. الدم عندي بيتكون من 3 بارامتر مهمين جدا. لو أنا جبت أنبوبة الدم وفصلتها هلاقيها زي ما في الصورة قدامك بالظبط، بلازما حوالي 55%، بافي كوت 1%، وريد بلاد سيل 45%. طب لو احنا اخدنا الار بي سيز والبلازما وبدأنا ندرسهم بالتفصيل الممل، تعالى نمسك في حلقة النهاردة الار بي سيز. لقينا الار بي سيز بتاعتنا دي عليها بروتين، البروتين ده اسمه انتجين. بدأنا نعمل دراسة أوسع وجمعنا أعداد كبيرة من البشر. لقينا حاجة غريبة، إن البشر عندي اتقسم لأربع أنواع. تايب 1 ده هيكون عليه بروتين 1 وده اسمه أنتيجين A، وتايب 2 ده هيكون عليه بروتين 2 وده اسمه أنتيجين B، وتايب 3 وده هيكون عليه بروتين 1 وبروتين 2 وده اسمه انتيجين A and B. تايب 4 وده ما علهوش بروتين خالص. جميل، نكمل مع بعض. وبناء على الدراسة اللي احنا عملناها اتقسم البشر لأربع أنواع أو أربع فصائل، Blood Group A و Blood Group B و Blood Group AB و Blood Group O. الصورة اللي قدامي بتوضح الأربع فصائل. نكمل مع بعض، ركز معايا في النقطة دي لأنها مهمة جدا. بناء على الدراسة اللي احنا درسناها وبدأنا ندرس أكتر وأكتر، لاحظنا الآتي، إن الناس اللي على الأربسيس بتاعتهم على سطحها أنتيجين A عندهم أنتي بوديز ضد أنتيجين B، والناس اللي على سطح الأربسيس بتاعتهم أنتيجين B عندهم أنتي بوديز ضد الأنتيجين A. أما الناس اللي على سطح الأربسيس بتاعتهم أنتيجين B وأنتيجين A ما عندهمش أنتي بوديز لا ضد أنتيجين A ولا ضد أنتيجين B. إن الأربسيس بقى اللي ما فيش على سطحها لا أنتيجين A ولا أنتيجين B عندهم أنتي بوديز ضد أنتيجين A وأنتيجين B. ونتيجة للدراسة دي وصلنا لمعلومة ونقطة في غاية الخطورة، إن عشان أنقل دم من شخص لشخص لازم أنقل نفس الفصيلة. ليه؟ قالك لتجنب حدوث أي مشاكل. تمام؟ نكمل مع بعض. عشان أشتغل البلاد جروب عندي كام طريقة؟ عندي 3 طرق. عندي السلايد ميثود والتيوب ميثود والجيل ميثود. حلقتنا النهاردة هنشرح فيها السلايد ميثود والتيوب ميثود، والجيل ميثود هنعمل لها حلقة بالتفصيل. بس الأول تعال أقولك
معلومات مهمة جدا، إن الطريقة الأولى وهي السلايد ميثود بتكون not specific أو not sensitivity، وكمان بتكون direct method. أما طريقة الجيل ميثود هي more sensitivity وبتكون indirect method. طريقة التيوب ميثود بتكون أقل دقة من الجيل ميثود وأعلى دقة من السلايد ميثود، ويفضل استخدامها بدل السلايد ميثود. عشان كده يفضل ان انت تشتغل بطريقة التيوب ميثود في المعمل عندك. اما في بنوك الدم فهم في الاساس بيشتغلوا بالجيل ميثود لان دي اعلى حاجة. تعالوا نشرح مع بعض طريقة السلايد ميثود. هتطلع الانتي A والانتي B والانتي D، وهتجيب سلايد نظيفة وتحط نقطة من الهول بلاد او عينة دم مسحوبة على ايدتها، هتحط نقطة ونقطة ونقطة زي ما في الصورة قدامك، وهتجيب انتي A وتحط نقطة على اول نقطة، وهتجيب انتي B وتحط نقطة من انتي B على تاني نقطة، وهتجيب انتي D وتحط نقطة على النقطة رقم 3، وتبدأ تعمل ميكس وتشوف لو حصل اجلوتينيشن تبقى بوزيتيف، ما حصلش اجلوتينيشن تبقى نيجاتيف زي ما في الصورة قدامك بالظبط. نكمل مع بعض. هنتكلم دلوقتي على التيوب ميثود، ودي الطريقة الأدق، فركز معايا عشان خطواتها طويلة. أول حاجة هسحب عينة الدم بتاعتي على إيدتها، تاني حاجة هاخد العينة اللي سحبتها وأعمل لها سنترفيوج من دقيقة لدقيقتين في 2000 دورة، بعد كده هاخد البلازما أرميها أتخلص منها، هيفضل عندي الكرات الأربسيس. هبدأ أحضر محلول سسبنشن 2-3% اللي أنا هغسل الكرات، بمعنى أصح هجيب الأربسيز وأحط عليها أيزوتونيك سالاين زي ما هقولك بالظبط. هاخد 100 أو 150 مايكرون من الأربسيز وأحطها في أنبوبة وأملى تلتين الأنبوبة سالاين وأعمل سنترفيوج، وبعد كده أوقف السنتر وأطلع الأنبوبة اتخلص من الشوائب، اكب السلاين اللي عندي فين؟ في الحوض. هيتفضل عندي الاربسيز متوصبة في القاع. اكرر الخطوة دي من 3 لـ5 مرات، احط سلاين اعمل سنتر اكب السلاين، احط سلاين اعمل سنتر اكب السلاين. كده انا حضرت محلول 3% سسبنشن. هبدأ الخطوة التانية واجيب انبوبتين زجاجيتين نضاف، واكتب على الانبوبة الاولى انتي ايه والانبوبة التانية انتي بي، وهاخد من المحلول السسبنشن اللي انا عملته 50 مايكرون من الكرات اللي انا غسلتها احطها في الانبوبة انتي اي، وهاخد 50 مايكرون احطها في الانبوبة انتي بي، وبعد كده
هاجي حاطط الايجنت بتاعي نقطه من انتي A واحط نقطه من انتي B، وبعد كده ابدا اعمل سنترفيوج لمده دقيقه في 1000 دوره او 20 ثانيه في 3400 دوره، او ممكن الغي فكره السنتر خالص واحطها في درجه حراره الغرفه من 20 ل 30 دقيقه، وابدا اشوف في الانبوبه هل ظهر اجلوتينيشن عندي ولا ما ظهرش. لو ظهر اجلوتينيشن تبقى بوزيتيف، ولو ما ظهرش تبقى نيجاتيف، زي ما الصوره موضحه قدامك بالظبط. نكمل مع بعض.
اللي قدامي دي بتوضح لي البوزيتيف من النيجاتيف وشكل الاجلوتينيشن اللي هيظهر معايا. دي كانت حلقة النهاردة في البلاد جروب، اتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنسيش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليسيس.